المركز الثلاث الأولى. هناك وضعت هذه السيارات الرائعة والفاخرة تشجيعا لأبناء القبائل من خلال تواجد هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير. أعيد التذكير بانطلاقة الفترة المسائية، هناك مع حولي وزمول أصحاب السمو الشيوخ سوف تكون بمشيئة الله وتوفيقه بتمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نحييكم أجمل وأطيب تحية ونجدد التحية واللقاء من جديد مع انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى، انطلاقة شوطنا الرابع الذي خصص هذا الشوط مشاهدينا الكرام للزمول المحليات إلى صايل لأبناء القبائل، ومسافتنا هي 8 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. وجائزة هذا الشوط مشاهدينا الكرام سيارة بالانتظار للفائز بالمركز الأول، رينج لوفر، ومن هو الحظ الأوفر صاحبه مشاهدينا الكرام في هذا الشوط. نعود مع البداية ومع مقدمة الشوط، مياس مع المقدمة ومع المركز الأول. تعود الملكية لذياب بن حمد بن قناص العامري، هو من يعلن وجود بن قناص بمقدمة الشوط وبالمركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام ينطلق هنا ويقدم لنا حشيم فهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين، من ينطلق ويقدم لنا حشيم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل الباسل لخالد بن حمود بن الزفنة الحرسوسي، من يتقدم مع المركز الثالث. الدور المركز الرابع وانطلاق من رعد، علي بن عبد الله الهايلي لنيبي هو من يقدم لنا رعد مشاهدينا الكرام مع المركز الرابع. انتقل مباشرة الى المركز الخامس في هذه الانطلاق، من وصل شاهين ناصر بالعوض بن يحيى المنهالي، يقدم لنا شاهين مع المركز الخامس في هذا الانطلاق والمسار. الدور المركز السادس وصول من شاهين سيف بن محمد بن سيف بن ماجد المزروعي، من ينطلق في هذه اللحظة. المركز السادس الدور المركز السابع وصل هنا محمد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري، من يقدم شاهين مع المركز السابع. انتقل مباشرة الى المركز الثامن والى برق فوق محمد بن عبد الله، برق فوق مشاهدينا الكرام لمحمد بن عبد الله المذيوب الاكتبي، هنا من ينطلق مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات مع المركز الثامن. المركز التاسع وصل شاهين عبيد بن سالم بو ظفيره العامري، المركز العاشر وختام ندائنا الاول لهذا الشوط هنا، من يتقدم مختار راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي. هكذا النداء الاول، هكذا المسار لهذا الشوط، شوط الزمول المحليات الاصايل الذي يحمل جائزة رينج روفر سيارة في الانتظار للفائز بالمركز الاول. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، مع المركز الاول من يسيطر في مقدمة الشوط، ومع المركز الاول ينطلق بكل قوة بكل جدارة مشاهدي الكرام مياس ما زال مسيطر، منطلق مع الصدارة مع المركز الاول في هذا الانطلاق والمسار. ذياب بن حمد بن قناص العامري هو في مقدمة الشوط ومعلن وجوده مع المركز الأول. المركز الثاني حشيم مع المركز الثاني، فهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين من يقدم لنا حشيم مع المركز الثاني. الدور المركز الثالث وصل هنا يتقدم من مركز إلى مركز اللي هو رعد، علي بن عبد الله بالهايلي لنيبي تقدم في هذه اللحظات وينطلق برعد مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا مشاهدين الكرام من يتقدم في هذه اللحظات يرافق رعد مع هذا الانطلاق في رابع المراكز. هنا مشاهدين الكرام ارى الوجود من الباسل خالد بن حمودة بن السفنة الحرسوسي مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل شاهين لسيف بن محمد بن سيف بن ماجد المزروعي، هنا من يتقدم شاهين الى المركز الخامس. المركز السادس وانطلاق مشاهدينا الكرام من شاهين لناصر بن عوض بن يحيى المنهالي، ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز السادس. المركز السابع غير مباشرة الى المركز السادس شاهين.
شاهين محمد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري وصل العملاق هنا يقدم لنا شاهين يغير من مركز إلى مركز يبي الفوز والناموس رعصوغة. أعود مع المركز السابع هنا من تقدم برق فوق محمد بن عبد الله المليوبي الاكتبي ياتي مشاهدين الكرام وينتقل انتقالة ممتازة مع المركز السابع المركز الثامن من الجانب الآخر من بدأ يتسلل عبيد بن سالم بو ظفير العامري من يقدم شاهين مع المركز الثامن المركز التاسع وحان دور مياس حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة أول نداء لمشاهدين الكرام من يتقدم مع المركز الثامن المركز التاسع وصل مشاهدين الكرام شاهين ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي وفي عاشر المراكز هنا من يتقدم مختار راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي هكذا النداء الثاني لهذا الشوط الذي لا يقل أهمية شوط الأول لزمول المحليات الأصائل من سعيد الحظ من المشاركين السيارة بالانتظار الفوز هناك التهاني هناك من يسجل نقطة ذهبية في هذا المحفل مع يوم الكبار مع مسافة 8 كيلومتر. نعود مع البداية نعود مع المقدمة نعود مع مياس ما زال مياس مسيطر بكل أريحية في مقدمة الشوط مع الانطلاق الأول قذياب بن حمد بن قناص العامري معلن وجود بن قناص في مقدمة الشوط ومع ركب المقدمة نصل المشاهدين الكرام إلى 3 كيلو ونصف الكيلو إلى جسر العبور ما تبقى مشاهدين الكرام أقل من المسافة 8 كيلومتر 5 كيلو وانتهت. المركز الثاني حشيم هنا ينطلق وهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين مع المركز الثاني المركز الثالث وصل العملاق العناوي وصل محمد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري يغير من مركز إلى مركز يحتل المركز الثالث شاهين المركز الرابع وصول من رعد علي بن عبد الله بالهايلي لنيبي مع المركز الرابع المركز الخامس شاهين سيف بن محمد بن سيف بن ماجد المزروعي وعود والقدوم وصل بو ظفيره هنا مشاهدينا الكرام عبيد بن سالم بو ظفيره العامري من ينطلق بشاهين وصلنا الى جسر العبور 3 كيلو لا غير عن الرنج وعن الفوز وعن الناموس وعن الانتصار الوصول في هذه اللحظات والتقدم الممتاز من الجانب الاخر من يصل مشاهدينا الكرام الباسل خالد بن حموده بن الزفنه العرسوسي المركز السابع انطلق مشاهدينا الكرام برق فوق محمد بن عبد الله المذيوبي الاكتبي قدوم هنا من مياس حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة الكل بدي يتقدم الكل بدي ينطلق الطموح الفوز والناموس ولكن مياس مشاهدين الكرام ما زال مسيطر بن قناص هنا من يقود المسيرة والمسيرة تسير خلفي مياس اذياب بن حمد بن قناص العامري ما زال مسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول 2 كيلو ونصف الكيلو وذكر لي من يريد التذكير بانه الفيصل عن خط النهاية وعن الفوز والناموس مياس مع المقدمة مياس مع المركز الاول اذياب بن حمد بن قناص العامري هو مسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول منذ الانطلاق يسيطر بمقدمة الشوط يسيطر مع المركز الاول مسافتنا 8 كيلومتر وما زال يكمل المسار بالمقدمة وبالمركز الاول منطلق مشاهدين الكرام هنا ذياب بن حمد بن قناص العامري مع البداية مع المقدمة مع المركز المطلوب في عالم هذا السباق او في عالم هذا الرياضة المركز الثاني حشيم هنا فهد بن سعيد البو سعيد الخيارين مع المركز الثاني المركز الثالث يتقدم شاهين محمد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري هنا ينطلق يقدم شاهين مع المركز الثالث المركز الرابع نشوف اللي واصل ونشوف القدوم هناك وصلوا القادمون وصلوا هنا القدوم في هذه اللحظات من يتقدم الباسل خالد بن حمودة بن الزفن الحرسوسي ومن الجانب الاخر هنا من ينطلق
ينطلق مشاهدين الكرام في هذه اللحظات اللي هو شاهين سيف بن محمد بن سيف بن مايد المزروعي. أعود مع البداية، أعود مع المقدمة، مياس مع المقدمة، مياس مع المركز الأول، ما زال مسيطر هنا، ينطلق مع الصدارة إياب بن حمد بن جناص العامري. ولكن هنا كيلو 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 ونصف الكيلو، أذكر هنا الفيصل عن خط النهاية، الكل بدي ينطلق، الكل بدي يتوجه. وصل حشير فهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين، وصل شاهين محمد بن مظفر بن محمد العامري. يا سلام وصاحب الشوط وين يا بن مية، الكل بدي ينطلق، الكل بدي يتوجه. يا سلام المركز الرابع، وهذا مشاهدينا الكرام الباسل خالد بن حمودة بن السفن الحرسوسي، وأيضا انطلاق هنا من شاهين سيف بن محمد بن سيف بن ماجد المزروعي. يا سلام شاهين، شاهين وشاهدين الكرام، وأيضا هنا حشيم وشاهين، شاهين وحشيم. يا سلام حشيم فهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين وشاهين. في المركز الثاني محمد بن مظفر بن محمد بن خموش العامري. ترى لمن الفوز، الرقص بدأ يبدو، الصراع بدأ يبدو، القوة والمتعة والإثارة والحماس في هذا الشوط. يا سلام وصل بو ظفيرة، انطلق هنا شاهين لعبيد بن سالم بو ظفيرة العامري، ولكن المقدمة شاهين، شاهين يا سلام، شاهين وحشين، وأيضا شاهين آخر شاهين أقوى واصل بكل قوة. ولكن هنا العملاق العناوي من بدأ يقترب مع المقدمة، غير الأمور شاهين محمد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري بدون أي تعليمات بدون أي أوامر، سيطر مع البداية، سيطر مع المقدمة. أهالي المسعودي ينتظرون كرع صوغة مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول. يا سلام شاهين، شاهين مع البداية، محمد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري، صراع الأبطال، صراع الأقوياء. حشيم، حشيم مع المركز الثاني، وأيضا شاهين بو ظفيرة هنا من يتقدم، ولكن شاهين، شاهين مع البداية، الأقرب للفوز، الأقرب للناموس، الأقرب للانتصار. شاهين محمد بن مظفر بن محمد بن خموش العامري مع مقدمة الشوط، الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. يا سلام شاهين، شاهين مع البداية، سيطر مع المقدمة. تهانينا والناموس في هذا الانطلاق، في هذا المسار، وبهذا الشوط، ومن عوائد مشاهدينا الكرام وسلالة شاهين الميري تثبت الوجود مع الخط النهاية بالفوز والناموس. تهانينا وسلام يا المسعودي، سلام، تهانينا في هذا اللحظات لمحمد بن ظفر بن محمد بن خموش العامري على هذا الفوز هو الانتصار. المركز الثاني حشيم اللي فهد بن سعيد أبو سعيد الخياري. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين عبيد بن سالم أبو ظفير العامري. المركز الرابع مختار راشد بن دنامة فالح بن سيف الشامسي. والمركز الخامس وصل حشيم. المركز الخامس مياس ذياب بن حمد بن قناص العامري. هكذا مشاهدينا الكرام التحدي والمتعة والإثارة في هذا الشوط، وها هي أمامكم الإعادة لهذا الشوط. التهنئة والناموس مشاهدينا الكرام، نزفها لمالك شاهين 13 دقيقة 12 ثانية جزء واحد يتيم من الثانية، محمد بن مظفر بن محمد العامري. تهانينا والناموس لهذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 13 دقيقة 12 ثانية 9 من الأجزاء اللي وصل لمشاهدينا الكرام فهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين اللي هو حشيم. المركز الثالث 13 دقيقة 13 ثانية 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لعبيد بن سالم أبو ظفير العامري. تهانينا والناموس للجميع.